لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تونس ترسل مساعدات لسوريا وتركيا. أرسلت تونس مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا على أثر الزلزال المدمر والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس التونسي قيس سعيد. وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية مساء الثلاثاء أن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين رفقة وزراء الدفاع الوطني والشؤون الاجتماعية والصحة تولوا الإشراف على إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بشاحنتين من المواد الغذائية والأغطية والأدوية، بالإضافة إلى فريق من الحماية المدنية مختص في البحث والإنقاذ مجهزين بمعدات مطورة، وفرق طبية للتعامل مع المحاصرين تحت الأنقاض. رئيس تونس يأمر إرسال مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا. أعربت رئاسة الجمهورية التونسية عن تضامنها التام مع أشقائها في كل من سوريا وتركيا على أثر الزلزال المدمر الذي جد وأسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة. وتقدمت تونس بحسب بيان الاثنين بخالص التعازي وأصدق عبارات المساواة إلى عائلات الضحايا متمنين الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، وتسأل الله تعالى أن يحفظ الشعبين السوري والتركي الشقيقين من كل مكروه. كما أعربت تونس عن استعدادها لتقديم يد العون والمساهمة لدعم الجهود المبذولة في هذا الظروف الصعبة من أجل تجاوز تداعيات هذا المأساة الإنسانية. وأمر رئيس تونس قيس سعيد بإرسال مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا، وستتولى طائرات عسكرية نقل هذا المساعدات إلى البلدين الشقيقين. وتركيا تلقي درسا لا ينسى إلى الغنوشي، و تونس ترد من محبي قيس. تركيا تدير ظهرها للغنوشي مع لقاء سفيرها برئيس البرلمان التونسي. السلطات التركية تسعى للعودة إلى الساحة التونسية من بوابة التعاون الاقتصادي والاستثمار. أنقرة بدأت تركيا تدير ظهرها لحركة النهضة الإسلامية في تونس، وذلك بربط علاقات مع المؤسسات الدستورية التونسية الجديرة على رأسها البرلمان، بعد أن عبرت عن رفضها لمسار 25 يوليو تموز 2021 الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد. ويندرج لقاء رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة مع سفير التركي كجيلار فهري شوكير إرب الأربعاء ضمن الجهود التركية لتصفير المشاكل مع عدد من الدول العربية بما فيها تونس، وهو ما يفرض قلب الصفحة مع حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي الذي تحدث مرارا عن علاقته الشخصية القوية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. والتقى الغنوشي بعد الثورة وخلال فترة تولي رئاسة البرلمان ومسؤولين أتراك على رأسهم أردوغان للبحث العديد من الملفات، خاصة الملف الليبي الذي يثير اهتمام أنقرة، ودفع دعم تركيا لحركة النهضة سياسيا الرئيس قيس سعيد لتوجيه لوم مبطن للسلطات التركية، حيث قال في إبريل نيسان ردا على انتقادات لأردوغان بأن تونس ليست آلية ولا تنتظر فرمانا بدورها، استدعت وزارة الخارجية التونسية حينها سفير أنقرة لديها، فيما تواصل وزير الخارجية التونسي الأسبق عثمان الجيراندي مع نظيرها التركي مولود جويش أغلو للاحتجاج على ما قالت إنه تدخل في الشأن الداخلي. وكان الرئيس التركي ندد بحل البرلمان الأسبق قائلا إنه يمثل تشويه للديمقراطية وإنه ضرب لإدارة الشعب التونسي، وفقا بيان نشره في الصفحة الرسمية للبرلمان
البرلمان التونسي. أعرب سفير تركيا بتونس عن ارتياح العلاقات الممتازة القائمة بين تونس وتركيا والعمل المتواصل على مزايد دعمها وتطويرها في مختلف المجالات واللازمة في المجال البرلماني من خلال تكثيف تبادل التجارب والخبرات وتوفير فرص اللقاء بين البرلمانيين من البلدين. ويرى مراقبون أن الموقف التركي الأخير يمثل ضربة موجعة لراشد الغنوشي، بأن أبرز حلفاء الأتراك بدأوا يتخلون عنه وأنه مجرد ورقة بيد أنقرة انتهت صلاحياتها ولم تعد قادرة على التأثر في الموقع السياسي الجديد. وتحدث السفير عن الجانب الاقتصادي قائلا أن بلاده مستعدة لمواصلة الاستثمار في تونس ودعم مجالات التبادل التجاري، مشيرا في ذات السياق إلى حرص تركيا على تنويع وارداتها من السلع التونسية وترفيع حجمها، فضلا عن تشجيع المستثمرين الأتراك وحثهم على مزيد بحث المشاريع في تونس. ويبدو أن تركيا تسعى للعودة إلى الساحة التونسية من بوابة التعاون الاقتصادي والاستثمار، خاصة وأن تونس تعاني من أزمة مالية مستفحلة. ورغم أن التعاطي الإعلامي لدولة التركية ممثلة في وكالة الإناضول لم تغير من حيث وصف الإجراءات الاستثنائية بالانقلاب ودعم وجه نظرة المعارضة وفي مقدمتها حركة النهضة، لكن في المقابل بدأ هناك تغيير ملحوظ في الموقف الرسمية وإدارات تركيا ظهرا ليس فقط لحركة النهضة بل لأغلب الحركات الإسلامية والإخوانية على غرار حركة حماس في فلسطين وجماعة الإخوان المصرية وحتى الجماعات الإسلامية المسلحة في سوريا، وذلك بهدف تصفير مشاكلها وخدمة لمصالحها الاستراتيجية. وفي سياق متصل، أن أثار لقاء جمع رئيس البرلمان الجديد في تونس إبراهيم بودربالا بالسفير التركي شليغير فهري شوكير ألب تولويات واسعة النطاق، خصوصا أن أنقرة كانت الدولة الوحيدة التي انتقدت علنا قرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان الأسبق. وكان البرلمان المنحل في تونس تسيطر عليه حركة النهضة الأزرع السياسية للإخوان المسلمين التي حظيت لسنوات بدعم من تركيا، وهو ما جعل أوساط سياسية تونسية ترجح أن تركيا ستتخلى عن دعم الحركة بعد أن تراجعت سياسيا وشعبيا، مما أدى إلى سقوطها في الحكم بعام 2021. وسلم ألب بودربالا رسالة من رئيس البرلمان التركي مصطفى شانبوب معربا عن ارتياحه للعلاقات الممتازة القائمة بين تونس وتركيا والعمل المتواصل على مزيد دعمها وتطويرها في مختلف المجالات ولا سيما في المجال البرلماني. لم تفصح تركيا عن تغيير في موقفها من التطورات السياسية المتسرعة التي تعرفها تونس، على الرغم أنها أول دولة دانت على مستوى رفيع وعلني. قرر الرئيس سعيد في 2022 بحل البرلمان الأسبق بعد تجميد أعماله لشهر. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في أبريل نيسان 2022 أن قرار حل البرلمان المنتخب يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي والبدء تحقيق ضد نواب شاركوا في جلسة برلمانية، مشيرة بذلك إلى جلسة عقدت افتراضيا لنواب تونسيون ألغوا خلالها قرارات اتخذها الرئيس قيس سعيد. ولم يكن تعليق أردوغان الأول من نوعه، إذا استنكر شانطوب قبله وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قرار الرئيس التونسي بحل البرلمان الأسبق، وهو ما دفع تونس إلى استدعاء السفير التركي والاحتجاج رسميا على هذا التصريحات النائبة في البرلمان التونسي الجديد فاطمة الميسادي. قالت أن تركيا ليس لها من خيار سوء القبول بالتوجيه الجديد للدولة التونسية تواجه نحو تكريس القانون ومحاسبة كل من أجرم أولهم تنظيم الإخوان مثلها مثل الدول الأخرى التي تعتبر التنظيم عنصر خراب وفساد. وأضافت الميسادي لإند بنت عربية، أعتقد أنه إذا قبلت
تركيا بذلك في مصر فإنها ستقبل بذلك في تونس أيضا. وكان أردوغان قد عقد لقاءات مثيرة للجدل مع رئيس حركة النهضة الإسلامية الذي كان يرأس كذلك البرلمان الأسبق راشد الغنوش، وهو ما فجر سجلات مستمرة في تونس بين الحركة وخصومها. وكان الرئيس قيس سعيد قد رد على تصريحات أردوغان والمسؤولين الأتراك بشكل مبطن في 7 أبريل العام الماضي، أي بعد أيام من تلك التصريحات، بالقول أن تونس ليست آلية ولا تنتظر فرمانا من أي جهة، كانت سيادتنا وكرامتنا قبل أي اعتبار. بسير التطور الأخير تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس التركي سيعادل بوصلته من الاقتصار على دعم حركة النهضة ومهاجمة تحركات الرئيس قيس سعيد، أم سيواصل في النهج نفسه، خصوصا بعد التغيرات التي طارت على السياسة الخارجية لأنقرة في سنة انتخابية لأردوغان. وقال الدبلوماسي وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيسة أن هناك استقطاب في تونس بين تركيا وحزب النهضة من جهة، لأن راشد الغنوشي بصفته رئيس البرلمان الأسبق كان يزور أردوغان بشكل مباشر، ومن جهة أخرى الرئيس قيس سعيد وأنصاره. وتابع ونيس في تصريحات خاص أن مبادرة اللقاء الأخيرة جاءت من السفير التركي حتى يرفع عن الرئيس أردوغان وتركيا عموما تهمة إنها مرتبطة ضرورة براشد الغنوشي، إذا يحاولون إظهار أن العلاقات مفتوحة وليس الآن الغنوشي لم يعد رئيسا للبرلمان، فأن تركيا أصبحت بعيدة من تونس أو مصالحها ستتعرض لتهديدات. وحاول ما إذا كان هذا التطور نابعا من تغيير في تصورات الرئيس التركي، قال ونيس في اعتقادي أردوغان لا يتغير لكنه يتظاهر بالتغيير تحت ضغط الأزمة الاقتصادية التي تعانيها بلاده، فاضطر إلى النزول للواقعية من خلال تحسين علاقاته مع أكثر من دولة في المنطقة والعمل على تحسين علاقاته مع تونس كذلك. في المقابل يرى محللون أن هناك حاجة متبادلة إلى تجاوز الخلافات السابقة بين تونس وتركيا، باعتبار أن كلا البلدين يرزح تحت وطأ أزمة اقتصادية حادة، وتعسر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالنسبة إلى تونس التي تعاني أيضا تراكم الديون. أما تركيا فأن رئيسها الذي يواجه مساعي حسيسة من قوة المعارضة السياسية لإطاحته في الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها هذا العام، أعاد تطبيع علاقات بلاده مع مصر وغيرها بعد سنوات من القطيعة بسبب ملفات سياسية. وقالت الصحافة التونسية المتخصصة في الشأن السياسي جيهان عولون أن تركيا كانت أول الدول التي دانت حل البرلمان، حيث اعتبرها أردوغان يشكل ضربة لإرادة الشعب، وعبر عن خشيته من أي يؤدي هذا الأمر إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية وبالمسار الديمقراطي للبلد الذي دعمته تركيا خلال السنوات 10 بعد الثورة. وأشار عالون لإندبنت عربية إلى أن تركيا دعمت أيضا حركة النهضة، أكثر حزب حاكم البلد منذ الثورة، وهو ما جعل جزء مهما من الرأي العام يتحدث عن قوة العلاقة بين تركيا والإسلاميون في تونس. وتم تصنيف تركيا من أهم الأطراف الخارجية الداعمة للإسلاميين وللثروات العربية، لكن أخيرا أصبح واضحا أن ما يعني تركيا هو مصالحها لا غير، وهو ما أثبتته اللقاء الأخير بين رئيس البرلمان التونسي والسفير التركي. رويت عن تصريحات السفير التركي بعد لقاء بودربالا تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن تركيا تقف اليوم إلى جانب المشروع السياسي لقيس سعيد والمؤسسات التي انبثقت من الدستور الجديد، على عكس موقفها عندما حل
حل قيس سعيد البرلمان الفارط. وبهذا الموقف تبدو أو تركيا قد حسمت أمرها بتبني دبلوماسية واقعية تتعامل مع الأمر الواقع، وشددت علون على أن الثابت أن ما يحدد تصرفات الدول بما في ذلك تركيا هو الاعتبارات البروغماتية وليست الاعتبارات الايديولوجية، ولا كان العكس. لا واصلت تركيا لأعمال الإسلاميون ولبقيت على الموقف نفسه في حل البرلمان الأسبق، وليس أيضا الاعتبارات المبدئية المبينة على القيم الكونية كالديمقراطية والحرية، أي أن دعم تركيا خلال السنوات العشر الماضية للمسار الديمقراطي للثورة التونسية لم يكن في حقيقة الأمر إلا دعم للقوة التي تعاقبت على الحكم، واستنجدت أن هذا أمر مشروع، فمن حق الدول أن تحدد سياساتها الخارجية وعلاقاتها وفق ما يتماشى مع مصالحها، وهو ما ينطبق على تونس أيضا التي يبدو أنها حريصة اليوم على تطبيع علاقاتها الخارجية خصوصا للبحث عن تعبئة الموارد المالية للحد من وطء أزماتها الاقتصادية والإيجاد بديل عن الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي. يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه المعارضة التونسية إلى الضغط على الرئيس قيس سعيد، لكن محاولاتها لم تنجح في دفعة إلى التراجع ولا خطوة إلى الخلف، حيث لا يزال يفرض فتح أي حوار وطني. وقال سعيد أخيرا بعد تقرير إعلامية محلية وأجنبية عن تعرضه لوحكة صحية أن هناك ما لا يزال يتحدث عن حوار، لكن لن يكون هناك حوار خارج البرلمان ما الجدوى منه أصلا. واستعد الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر النقابات العملية وأطراف أخرى لإطلاق مبادرة تدعو رئيس الجمهورية إلى قيادة حوار وطني يعالج الملفات السياسية والاقتصادية، وذلك وسط استمرار رفض جبهة الخلاص الوطني التي تعد حركة النهضة مكونا الرئيس الاعتراف بالمؤسسات الجديدة وفي مقدمتها البرلمان، وترفض الجبهة الاعتراف بشرعية البرلمان الجديد خصوصا بعد المشاركة الضعيفة للغاية في انتخاباته. وقالت فاطمة المساري انه لا احد بامكانه التشكيك في شرعية البرلمان التونسي الجديد لا تركيا ولا غيرها، حيث لم يكن هناك اقصاء لاي طرف في الانتخابات هناك من شراك، وكانت جميع الاطراف قادرة على المشاركة والفوز، وكثيرون من مختلف الحساسيات السياسية شاركوا، هناك من فاز وهناك من لم يفز. واردفت ان سيادة الدولة التونسية ومؤسستها نقطة اساسية في اي علاقة دبلوماسية، وكل دولة تريد ان تكون علاقتها جيدة، والابرام شركات واتفاقات عليها ان تكون في تواصل مع مؤسسات الدولة التونسية. وقالت اعتقد ان اي دولة تحترم نفسها عليها ان تحترم مؤسسات الدولة التونسية، وكل ما يحدث خارج ذلك من تشكيك في شرعية البرلمان وهو مجرد ادغاص احلام من قبل بعض الشخصيات. ويبدو ان لزيارة السفير التركي علاقة بمساعي تونس الى مراجعة الاتفاق التجاري الموقع بين انقرة وتونس، اذا اعلنت الاخيرة في اغسطس اب 2021 انها ستعيد النظر فيها بعد ان حملتها اوساط سياسية مسؤولية العجز التجاري بين البلدين. وقعت تونس وتركيا اتفاق تجارة حرة عام 2005 في اطار مساعي البلدين الى تعزيز العلاقات بينهما. وكشف مدير التعاون مع اوروبا في وزارة التجارة التونسية نبيل العرفاوي في تصريح سابق عن ان مفاوضات ستجري مع الجانب التركي وستكون مفتوحة على تعديل الاتفاق او حتى الغاء. وقال العرفاوي ان العجز التجاري لتونس مع تركيا بلغت قيمته نحو 890 مليون دولار امريكي، فيما يعد ثالث اكبر عجز تجاري لتونس مع دولة اخرى بعد الصين وايطاليا.
مشيرا إلى أن السلطات التونسية كانت قد رفعت عام 2018 التعريفة الجمركية لعدد من المنتجات الواردة من تركيا، لكن من دول أن يسفر ذلك عن تقليص ملموس في حجم العجز التجاري المتفاقم. وتعتقد فاطمة الميسادي أن زيارة السفير التركي تندرج في إطار استكشاف الاتفاقات بين البلدين، خصوصا في المجال الاقتصادي. وهناك توجيه جديد في تونس بعد 25 يوليو تموز 2021 لفرض السيادة الوطنية في البرلمان التركي، قد يكون إرادة أن يتحدث في العلاقة الاقتصادية بين أنقرة وتونس. وهل هناك بعض الاتفاقات التي سيراجعها البرلمان التونسي؟ ودعت إلى مراجعة الاتفاق التركي لأنه أضر بالاقتصاد التونسي، مشيرا إلى مصلحة الدولة التونسية في إنقاذ اقتصادها الوطني عبر مراجعة الاتفاق وبعض الاتفاقات مع دول أخرى عن اندمنت عربية.